أخبار خدمية كتير بتشهدها المحافظات، البداية من محافظة مطروح حيث تم تعيين 485 شاب بالشركات العاملة في محطة الضبعة النووية. كمان جامعة بني سويف بتطلق قافلة شاملة لقرية شريف باشا ضمن مبادرة بداية جديدة. كمان أعلنت محافظة الوادي الجديد أن 505 طالب استفادوا من المنح الدراسية بالجامعات الأهلية. أما في الشرقية تم افتتاح 12 مشروع بقطاع الصرف الصحي بتكلفة 1,200,000,000 جنيه. خلينا نتابع التفاصيل في التقرير اللي جاي. أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات. محافظة مطروح أعلنت توفير فرص عمل لأبناء المحافظة في المشروعات القومية والتنموية بالمحافظة، وتم توفير خلال شهر أغسطس الماضي 485 فرصة عمل للشباب من أبناء مطروح والوافدين من العمالة الفنية الراغبين في العمل من خلال تعيين فعلي مؤقت بالشركات العاملة في المشروع القومي للطاقة السلمية بمحطة الضبعة النووية. أطلقت جامعة بني سويف قافلة تنموية توعوية شاملة لقرية شريف باشا ضمن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان بمشاركة كليات الطب البشري وطب الفم والأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والتمريض والطب البيطري والزراعة والأداب والخدمة الاجتماعية التنموية والإعلام، وحيث تعد أولى سلسلة القوافل اللي هيتم تنظيمها خلال 100 يوم ضمن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، وتم توقيع الكشف الطبي على 1042 حالة وصرف الأدوية بالمجان. أكدت محافظة الوادي الجديد أن 505 طالب وطالبة من أبناء المحافظة استفادوا من برنامج المنح اللي بتقدمه المحافظة بالتعاون مع الجامعات الأهلية والخاصة منذ بداية انطلاقه في عام 2017. أعلنت محافظة الشرقية الانتهاء من تنفيذ 12 مشروع بقطاع الصرف الصحي بتكلفة 1,200,000,000 جنيه ضمن 55 مشروع خدمي وتنموي بتكلفة إجمالية 4,300,000,000 جنيه، ومن المقرر افتتاحهم خلال شهر سبتمبر الجاري في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي اللي بيوافق 9 سبتمبر من كل عام لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة. وافقت محافظة المنوفية على النزول بالمجموع للمرة الثالثة على التوالي بدرجات القبول ببعض مدارس التعليم الفني للعام 2024-2025 عام خدمات بمختلف نوعياتها صناعي زراعي تجاري والتعليم المزدوج، وده لاستكمال الكثافات الطلابية بعدد من المدارس بكافة الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة ووفقاً لأعداد المتقدمين. في محافظة بورسعيد أطلقت جامعة بورسعيد قافلة طبية تحت مظلة المبادرة الرئاسية بداية لخدمة أكثر من 5,000 مواطن من أهالي منطقة القبوطي، وقدمت الخدمات الطبية والبيطرية والتوعوية والزراعية وقاعة الكشف الطبي في جميع التخصصات ووفرت العلاج مجاناً، وتم تذليل جميع العقبات وتوفير كل الدعم اللوجستي والبشري لخدمة أهالي منطقة القبوطي. شهدت محافظة كفر الشيخ وضع حجر الأساس لمصنع تدوير المخلفات الصلبة البلدية بقرية الحمراوي على مساحة 30,000 متر مربع حوالي 7 أفدنة بطاقة 600 طن في اليوم، بيخدم المصنع مدينة كفر الشيخ ومدينة قلين ومدينة سيدي غازي ومدينة مسير، وبيتم تنفيذ المشروع خلال 22 شهر ضمن مشروع تطوير مصرف كاتشنر. أعلنت محافظة سوهاج إزالة 134 حالة تعدي على الأراضي أملاك الدولة وجهات الولاية والأراضي الزراعية الخاصة، وده خلال المرحلة الثالثة من الموجة 23 لإزالة التعديات، وفي إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها وتطبيق القانون. شهدت محافظة الدقهلية استلام دفعة جديدة من لحوم صكوك إطعام الطعام بإجمالي 2 طن لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية من مستحقي تكافل وكرامة مقدمة من وزارة الأوقاف، وهيتم توزيعها تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي. أعلنت محافظة الأقصر نجاح المحافظة في تحقيق معدل إنجاز 98% بمنظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء خلال شهر أغسطس الماضي، لتصبح بذلك محافظة الأقصر من أفضل الجهات الحكومية التابعة لمنظومة الشكاوى الموحدة في سرعة التعامل مع المشكلات والشكاوى المتنوعة وإنجازها.